السلام عليكم أحبتي الصغار، أرحب بكم من جديد في حصة جديدة من مكون القراءة. إذا خذوا معي كراسة الأنشطة اللغوية، صفحة 136. إذا كما تلاحظون في هذا النشاط لدينا كلمات مختلفة، كلمات مختلفة بحروف مشتركة، كلمات مختلفة بحروف مشتركة. نلاحظ معي الكلمة الأولى لدينا جلباب، جلباب. والكلمة الثانية لدينا جلبان، جلبان. إذن السؤال يقول أقرأ الكلمتين ثم أصل كل حرف بما يناسبه وأتعرف الحرف المختلف بينهما. إذن كما تلاحظون انظروا معي هنا، نتعرف على الحروف لكلمة جلباب. لدينا حرف الجيم، حرف اللام، حرف الباء، مد الألف، ثم حرف الباء. إذن سنصل كل حرف من هذه الحروف التي تكون لنا كلمة جلباب بهذه الحروف موجودة لدينا هنا في هذه الدوائر الصغيرة. إذن مثل هذا النموذج الموجود لدينا هنا، لدينا حرف الجيم، قمنا بربطه بحرف الجيم موجود لدينا هنا في هذه الدائرة. إذن هيا نبحث عن الحرف الذي يشبه هذا الحرف، وهذا الحرف قلنا هو حرف اللام، حرف اللام وسط الكلمة. هيا معا نبحث عن حرف اللام. أين هو يا ترى حرف اللام الذي يشبه هذا الحرف بين هذه الحروف؟ أين هو الحرف الذي يشبه هذا الحرف؟ نعم جيد، أحسنتم، إنه هنا، هذا هو حرف اللام الذي يشبه هذا الحرف. جيد، إذن نأخذ قلم رصاص ومسطرة ثم نصل بين كل حرف بما يناسبه، الحرف الذي يشبهه، هكذا بهذه الطريقة، هكذا. إذن هيا سنكرر العملية مع حرف الباء. هذا قلنا هو حرف الباء وسط الكلمة. ما هو هذا اللون؟ نعم إنه أصفر. هيا لنبحث عن حرف الباء بين هذه الحروف. أين هو حرف الباء الذي يشبه هذا الحرف؟ نعم جيد، أحسنتم، هذا هو حرف الباء باللون الأصفر، يشبه حرف الباء هذا. إذن سنصل حرف الباء بهذا الحرف الذي يشبهه بهذه الطريقة. أمسك المسطرة بهذه الطريقة ثم نصل بين الحرف والحرف الذي يشبهه، هكذا. ننتقل الآن إلى الحرف الموالي وهو الألف أو مد بالألف. هيا نبحث عن الحرف الذي يشبهه من بين هذه الحروف. أين هو يا ترى؟ نعم أحسنتم، هذا هو المد بالألف وهو باللون، نعم باللون الأخضر، أحسنتم. إذن سنصل هذا الحرف بالحرف الذي يشبهه، هو مد بالألف، ممتاز. ننتقل إلى الحرف الأخير وقلنا حرف الباء، هذا حرف الباء. هيا نبحث عن الحرف الذي يشبه حرف الباء هنا من بين هذه الحروف، أين هو يا ترى؟ نعم ممتاز،
هذا هو الحرف الذي يشبه حرف الباء. أحسنتم، إذن سنصل حرف الباء بالحرف الذي يشبهه. ممتاز. إذن ننتقل إلى الكلمة الثانية وهي جلبان. جلبان. إذن كما تلاحظون لدينا هنا نموذج الجيم، قمنا بربطه مع حرف الجيم الذي يشبهه أيضا هنا. الحرف الثاني لدينا حرف ماذا؟ رأيناه في الكلمة الأولى. نعم، إنه حرف اللام. هيا نبحث عن حرف اللام من بين هذه الحروف. أين هو يا ترى؟ نعم، ممتاز، هذا هو حرف اللام، يشبه حرف اللام هذا. إذن نمسك المسطرة بهذه الطريقة ثم نصل حرف اللام مع الحرف الذي يشبهه هكذا. نعم، الحرف الموالي هو حرف ماذا؟ نعم، إنه حرف الباء. أحسنتم، هيا لنبحث عن حرف الباء بين هذه الحروف. أين هو يا ترى؟ ممتاز، هذا هو حرف الباء. إذن سنقوم بربط حرف الباء مع الحرف الذي يشبهه بهذه الطريقة هكذا. جيد، ننتقل الآن إلى الحرف الموالي وهو ماذا؟ ما هو هذا الحرف؟ ممتاز، إنه حرف الألف أو مد بالألف. جيد، إذن أين هو الحرف الذي يشبه بين هذه الحروف؟ أين هو الحرف الذي يشبه مد بالألف من بين هذه الحروف؟ نعم، هذا هو الحرف الذي يشبه مد بالألف هذا. جيد، إذن نصل الألف الحرف الذي يشبه لمد بالألف. ممتاز، ننتقل الآن إلى الحرف الأخير. ما هو هذا الحرف؟ ما اسم هذا الحرف؟ ممتاز، إنه حرف، جيد، حرف النون. نعم، ممتاز، يا ترى أين هو الحرف الذي يشبه هذا الحرف؟ حرف النون من بين هذه الحروف. ممتاز، هذا هو الحرف الذي يشبه حرف النون. أحسنتم، إذن سنقوم بربط حرف النون بالحرف الذي يشبهه، حرف النون. ممتاز، أحسنتم. إذن من خلال هذا النشاط، يا ترى ما هو الحرف المختلف بين هاتين الكلمتين جلباب وجلبان؟ ما هو الحرف المختلف بينهما؟ ممتاز، أحسنتم، إنه حرف النون. لدينا بالنسبة لكلمة جلبان لدينا حرف النون، وبالنسبة لكلمة جلباب حرف الباء. هنا لدينا جلباب بالباء في الأخير، وهنا في هذه الكلمة لدينا جلبان بالنون، بحرف النون في الأخير. إذن هذا هو الحرف المختلف بالنسبة لكلمة جلباب، وبالنسبة لكلمة جلبان حرف الباء هو المختلف بالنسبة لهذه الكلمة. إذا الكلمتين متشابهتين في هذه الحروف الجيم، اللام، الباء والمد بالألف، لكنهما مختلفتين فقط في الباء والنون فقط. إذا هذا كان نشاطنا لليوم. أقول لكم إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.